فين بقى الناس عشاق الشوكولاته؟ الست الجميله دي جابت لوح تلج وحطيته على البتاعه بتاعه الوافل عشان يعمل علامات الوافل، تمام؟ وبعد كده راحت حاطه شوكولاته سايحه على التلج. هتعمل ايه بقى؟ تخيلوا يا جماعه، بصوا العظمه بقى. حطت سوس، اوعى. بعد كده حطت مكسرات، يا جماله يا جماله، جرت ريقي والله. بعد كده حطت شوكولاته سايحه تاني، عشان ايه بقى؟ عشان لما تنشف تدي الشكل بتاع الوافل، تمام؟ بعد كده جابت ازازه مقطوعه حطت فيها شويه شوكولاته. لف يا ريس لف، بالله عليك تصلي على النبي وتدوس على اللايك والاشتراك. حط في الطبق، هتعمل ايه بقى؟ تخيلوا بقى هتعمل ايه. انا اتفرجت لحد هنا، بعد كده الباقي انا مش عارف. طلع يا باشا التلج الشوكولاته اللي نشفتها، هتحطها في الشوكولاته تاني، بعد كده مكسرات. ايه ده؟ والله جرت ريقي. سيح يا ريس سيح. طاسه مقلوبه وسخنها، عملت لها قعده عشان يبقى شكلها ظريف كده. بعد كده حطت ايس كريم، بعد كده كريم شانتين. يا حلاوه يا اولاد، يا حلاوه.